هلا رح نروح على السينما نشوف فيلم، نغير شكل يعني نغير جو. بس ان شاء الله نلاقي شي فيلم حلو. ما لقينا فيلم باللغة الروسية بس باللغة الأزرية، فرح نأجل الفيلم. بس الموظف كتير لطيف عن جد، وقالنا فيكم تطلعوا على البرنامج يكون بتوقيت انه يكون فيه باللغة الروسية. ماما هتبدو مشكلة، لا كان لازم نطلع على الفيس عندهم صفحة ومنشوف التوقيت. هلا نحن هيك جينا فجأة وخطرنا ندخل نتفرج، فما في بهالوقت ما في باللغة الروسية. في باللغة الروسية بس مو للأطفال، للكبار. فأعطونا هدول البالونات هيك بيوزعون بس للأولاد، يعني إنه كل ما يجي ولد بيعطوهم بالونة. رح نروح على الطابق اللي بعده. لا فوق في ألعاب، في أكل. اللي بعده النادي لتعليم الرسم. رسم منيح. في كمان الجمباز، الرقص، الكاراتيه. يلا مو متحرك، اطلع. هاي صارت الألعاب، بس كأنه كلهم لعمر صغير يعني. بإيشو بدك تلعب؟ اختاروا هاي اللعبة. يا اضربوا ماما، هذا معكم عم تضربي. لك هذا معكم. هلا هي بس هيك هلا هاي هي اللعبة. كأنه بايخات الألعاب. يا ريت رحنا والله على المول، حديد المول أحلى. على الحديقة؟ لا لو لقينا فيلم أنا كتير حبيت أتفرج على السينما لو في فيلم. معتز حبيت اللعبة؟ استنى عم يقطعوا الإشارة. فكرت
حركت هالسيارة رح تعمل لها شي حركة يعني تطلع تنزل. بس هيك عم تنزل شوي شوي شوي. ساعة الدنيا ليل شلون؟ شو شلون؟ في محل بيتزا فاتح جديد، تعال نروح نجربه. امشوا. انا بس بدي اكل، بس بدي اكل. جعت؟ بس بدك تاكل؟ ماما على طول ماما هاي محل جديد. هلا معتز هون تعتا ورجيهم الشباك الجديد. اسلحي ما تسلينا بالمول ابدا هالمره، ما انبسطنا. ما تسلينا ابدا. مدري الالعاب هي بايخه، مدري الاولاد هن كبروا اصلا وما بقى تعجبهم هالالعاب. ماما لما كنتوا صغار كنتوا كثير تنبسطوا انتوا اللي عم تلعبوا فيهم. ما تغيرت، انتوا كبرتوا صرتوا تشوفوها هيك العاب اولاد. ماما تغيرت، كان في هنيك هذول هن. لا لا هذول هن كلها السيارات عم. معتز عجبوه لأنه مناسبين لعمره، بس حلو سيدرا. لا هذا لقيت كل كاسة الكولا. ياي ياي على هالبهدلة عم تقلدنا مدري مين. وقعت الكولا، وقعت بنطلونك صار كله كولا. ما هلا بيشرب ميح ميح. انا بعدة ميح. انا هلا بيشرب. هلا انا قلت هاي البيتزا بس كثير اسمها. هاي سخنينار. ما في سكين. ماما ماما شوفي ماما صارت جبنة مشللة. لا عن جد مبينتها طيبة. واو ماما عم بعمل تبو. شلون سيدرة طيبة؟ جبنة مشللة. هلا خلصنا الحمد لله، الله يديم علينا النعمة يا رب. ماما قلتوا الحمد لله؟ الحمد لله كالعادة. معتز آخر واحد. نضل هالقطعة اللي نكملها. حلا عم تلبس جاكيت سيدرا. ساوى شو ساوى؟ ماما رجع يلا. لا حلا لسه جاكيت سيدرا لانه اطول ولسه مبين اثر الكولا. يا ريت لبستي جاكيت الابيض. عم تقولي يا ريت لبستي جاكيت الابيض؟ قولي يا ريتني انتبهت اكثر. هاي المول بابا. يا بابا تعالوا ناخذ باص هنيك الموقف. ما لكم بردانين؟ ما بعرف حسيت ببرد بعد الاكل. بس كنت تلعبوا شوي؟ لا 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 بس حلق بس سيدرا بس بدك بكره ما تنسي. معتز بدك تروح على البيت ليش؟ لانه بكره مدرسه. بده يطبق شنطيته وينام. ها جينا ماما. هاي جينا يعني.
شوي شوي. على اساس بدكم تروحوا على البيت انتو؟ ايه ليش عم تلعبوا؟ لا العبي هلا بابا رح يجي ياخذنا. بدنا عاد كني لما عرفت جنس المولود. هل للبنات هل كيف بكرة عاملين معكروني؟ بكرة بدك معكروني؟ ايش خطر على بالك؟ هلا المعكروني؟ لا بكرة احسن معكروني. طيب ماشي بكرة رح اسوي لك معكروني. خلاص هلا يلا روح نام لانه بكره عندكم مدرسه. يلا سبكوني نوش. قلن سبكوني نوش. سبكوني نوش شو يعني بالعربي؟ ماما ما بتعرف معناها بالعربي؟ ما متذكر؟ تصبحوا على خير. تصبحوا على خير وانت بخير. يلا باي. باكوني نوت. تصبحوا على خير. وهلا صرنا باليوم الثاني وعم بسوي المعكرونه اللي طلبها معتز. هي المعكرونه العاديه اللي بحبها بالصلصه الحمراء. قليت اللحمه وهلا حطيت الثوم والبصل المفرومين وراح احط البهارات. بهار عادي، كاري، بصل بودرة، توم بودرة، أو أي نوع بهار أنتوا بتحبوه. أنا بحس هالمعكرونة يعني كل البهارات بتلبق معه. وملح كمان ما ننسى الملح. وهون عندي حبة بندورة كبيرة فرمتها كمان. هاي المعكرونة القديمة يعني إنه هاي بحسها المعكرونة الأصلية. هون حطيت ماجي بودرة كمان بيطلع طيب، أو فينا نحط مكعب ماجي. وكم معلقة دبس البندورة. ايه عبقلكم بحس هاي المعكرونة هيك الأصلية، شد ما اخترعوا أنواع معكرونة بالبشاميل وبالصلصات وهيك، بتضل هي هيك الأساسية اللي كانوا أمهاتنا يعملونا إياها. هلأ كمان رح أحط حبة فليفلة ورح أتركن هيك يتقلوا مع بعض، يعني قبل ما أحط المي خليهم ينطبخوا منيح مع بعض قبل ما نحط مي ابدا، مشان البندورة يعني اذا حطينا مي فورا البندورة بتضل هيك قشرتها ظاهرة، بتحسوا ما كتير بتفقع، لون احمر وبتتشبث كتير. هلا بحط المي وكمان بتركن هيك شوي يغلوا مع بعض، بعدين رح احط المعكرونة.
هلا هون حطيت تقريبا كاستين ثلاثة مي. هلا هيك الصلصة صارت جاهزة وكتير متسبكة وكتير مطبوخة منيح. لازم عن جد تنطبخ كتير منيح قبل ما نحط المعكرونة، هي تصير هيك الطعمة الطيبة، بتحسوا الطعمة عن جد مختلفة، انه ما نستعجل عليها، خليها تنطبخ مع بعضها كتير منيح. هلا المعكرونة طبعا سلقتها وحطيتها على طرف، يعني اسرع واسهل اكلة، وهي يمكن تقريبا اول اكلة كل البنات بيطبخوها، يعني اول طبخة بنعملها هي المعكرونة وقت بنكون هيك لسه بنات ومبسوطين على حالنا، يعني بنحس حالنا عملنا خروف مكتف. هلا رح اسكبها، كتير طلعت طيبة كتير كتير عن جد. شوفوا الصلصة يعني كيف صايرة فيها. هلا بنقدر نعصر لها ليمون، في عالم بيحبوا يعصروا عليها ليمون، او نحط شطة، مع الشطة كتير طيبة كمان، انا بحب احط لها حد. الولاد كتير انبسطوا فيها وبالاخص مع تاز، يعني هون صار المساء وكالعادة بنطلع بنشرب قهوة كل فترة وفترة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حبيتوا القناة والفيديوهات بتمنى تشتركوا بالقناة وتدعموني بلايك. سلام.